يوم جديد تشرق فيه الشمس على صمت النفوس ودوي الانفجارات. على ركام وحطام وأطلال منازل انهارت من الغارات. هنا غزة، مدينة أشباح توشحت بالسواد والرماد. هنا حيث انهكت الأرواح الناجية من ويلات العدوان، وآلاف راحوا دون جنازة أو وداع. والله أنا بعد 100 يوم من الحرب، أنا كل يوم لازلت باجي على البيت هان، الحمد لله رب العالمين. كل يوم باجي على الركام هان، في إلنا ضايل 3 أطفال، عمر وجن، عمر وماسة وعبد الله. لعل وعسى الواحد يقدر إنه يطلع رفاتهم أو إنه يلقي النظرة الأخيرة على ما تبقى منهم يعني. والحمد لله رب العالمين، قضاء وقدر كان سابق يعني. ونسأل الله أنه نطلعهم على خير ونشوفهم، أطفال صغار، 16 طفل. هنا فقط يتحول بقايا منزل منهار لشاهد قبر يعود إليه الناجون من غارة الاحتلال العشوائية لاشتياقهم لأرواح أولئك الذين ذهبوا دون ميعاد أخذين معهم حلو الذكريات. وقفنا على 100 يوم من الحرب والقصف في الدار، 22 شهيد، 3 أطفال ما زالوا تحت الأنقاض. كل يوم بجانب بتحصر عليهم 3 أطفال تحت الأنقاض، من نفسه نطلعهم وندفنهم زي الأدمين، قلب بتحصر عليهم من نصف دم لمن أجي أقول هان. وهنا أيضا أبطال الدفاع المدني خارت نفوسهم من ويلات المشاهد التي عاشوها، وباتوا يواجهون صعوبات تتفاقم يوما تلو الآخر في الوصول لجثامين شهداء تحت الأنقاض في ظل نقص المعدات اللازمة لذلك. بعد 100 يوم نواجه صعوبات شديدة وكبيرة، صعوبات تتعلق بالجانب والبعد النفسي لطواقم الدفاع المدني التي تتعامل بشكل مباشر مع الجثث ومع المواطنين الذين لهم ما يزيد عن شهري تحت الأنقاض تم إخراجهم. كذلك نعاني من قلة الإمكانيات وشحة وتعطل البواجر والكبشات، دمار وخراب ونفوس منهكة وأخرى مفقودة، مشاهد قاسية عنيفة يعيش تفاصيلها سكان قطاع غزة المحاصرين من عدوان غاشم لم يعرف للإنسانية سبيل.